مستمرين معاك كابتن هيثم في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه التميز، شاشه قناه النادي الاهلي، مع النجم من نجوم النادي الاهلي اليوم الجمال. بقول لك مليون مبروك فوزكم اليوم، فوز صعب ولكن هو ده النادي الاهلي. ما كانش عندنا ذره ثقه ان الاهلي مش هيفوز النهارده رغم البدايه الصعبه للنادي الاهلي، ولكن الحمد لله العبره بالخواتيم والختام بيقول النادي الاهلي فاز اليوم. الحمد لله على المكسب النهارده، وانتوا عارفين طبعا ده الباسكت، يمكن تكون متاخر وترجع، يمكن تكون كسبان وتخسر، لكن الحمد لله النهارده عوده حميده لكل اللعيبه. الحمد لله النهارده كنا على قلب راجل واحد، كنا متعهدين ان احنا مش هنطلع النهارده بالموت غير لما نكسب. الحمد لله، والف مبروك للعيبه والمجلس الاداره وكابتن اشرف والجهاز والجماهير. الحمد لله الاستوديو النهارده اشاد بيك، قال لك هو ده الجمال اللي نعرفه، هو ده الجمال العائد من كذا اصابه، هو ده النهارده مستوى الجمال اللي نعرفه. الحمد لله الفترة اللي فاتت كنا مركزين في التوقف مع في التمرين، الحمد لله الواحد يقدر يعني يستعيد مستواه، والحمد لله ان شاء الله اللي جاي احسن يعني باذن الله. خبرتك النهارده فرقت في كذا كوره، وخصوصا في الوقت اللي احنا كنا محتاجين في خبرات لاعبي النادي الاهلي، ظهرت خبرتك وقدرنا نفنش. والحمد لله يعني مساعده كل اللعيبه لبعض، الروح كانت موجوده بكثافه النهارده، الحمد لله ان احنا قدرنا نرجع، والحمد لله الحمد لله المكسب، وان شاء الله باذن الله الماتشات اللي جايه نقدر نحسن مكاننا في الجدول ونرجع لمكاننا الطبيعي ان شاء الله. اصعب لحظه النهارده قابلتك في المباراه كانت ايه؟ اخر كوره في المباراه كانت هتخش وتطلع، بس الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا يعني باذن الله. مضغوطين لان المباراه النهارده فكت اللعيبه نفسيا، ان شاء الله يبقى كل بقى واحد بيلعب الفتره اللي جايه بمستواه باريحيه. عندنا مباراتين مش سهلين في اسكندريه الماتشين الجايين، ان شاء الله نرجع بانتصارين ويكون الاداء كويس وروح كويسه، وان شاء الله باذن الله نفنش الدور الاول في مكاننا الطبيعي. مليون مبروك، الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك، ربنا خير.